بالنسبة للشورجة اللي هي ما كانت بغداد بس هذا المكان بس الشورجة بس بهالمكان يطب الإنسان يسوق بما يريد بما يحتاج بيته كل شيء موجود بهالمكان وكل سوق مخصص لبضاعة معينة كل سوق هاي الآونة الأخيرة انفتحت المولات والمولات كلها مكيفة واستحدثوا بها ملاعيب وكافتريات فالناس أكثر الناس التجأت لهناك يأخذ أطفاله يلعبون بالملاعيب وهو يتسوق هو بارد بالصيف وهو دافي بالشتاء فأكثر الناس هجرت هاي المنطقة أكثر الناس هجرت حتى التجار اللي كانت هنا موجودة عافة الشورجة أخذت أماكن بالوزيرية بجميلة وبعض الأماكن أجرت وقعدت هناك أغلب التجار فقامت الشورجة تشتوري من هناك تجار الشورجة أيام زمان راحوا بقى كم واحد موجودين هنا ما عرفوا مكانهم هاي بالآونة الأخيرة أما الناس بالنسبة للصابون مع الأسف مع الأسف أقولها كذا مرة تدري هي شنو السبب التجأت للشامبوات والشامبوات أغلبها سموم مواد كيميائية والدليل على هذا الدليل أكو دليل الناس كلها تعرفه كثرة الأمراض الجلدية اللي عندنا وأني هنا دا أشوف أمراض جلدية اللي أني ما شايفها حتى الأطباء اللي عندنا اللي هم قدامة باختصاصهم من يجي عليه ما شايف هذا المرض ولا دارس عليه ما يعرفه ما دارس عليه أمراض جلدية حديثة اللي ما شايفها احنا هذا يعالجها الصابون لأنه الله عز وجل خلق الزيوت الطبيعية علاج لكل داء بالجسم مع الأسف الناس ما تصدق حتى الجرب أنا طيبة هنا حتى الجرب الطبي يعجز عنه اكو صابون يعالجه الأكزيما داء الثعلب يطلعون بالتلفزيون هذا شامبو 100% طبيعي يغر البشر يركض عليه واكو دليل لاخر اذا تمشي بالشارع احسب بصابيعك 10 يفوتون من يمك 8 او 7 على راسهم واقع وهو ما يتجاوز عمره 20 سنة مع الاسف والله هجروا هذا الطبيعي راحوا للسموم الكيميائية مع الأسف تجي على وضع البلد أما وضع البلد فالحمد لله والشكر الناس عايشة وراضية بما قسمه الله أنواع هواية لأنه معامل هواية كل معمل ينتج كذا نوع صابون تحكم نسب الزيوت أكو بها 10% أكو بها 20% نسبة أكو بها 50% نسبة زيوت طبيعية أكو بها 80% نسبة زيوت طبيعية
واكو سموم قاتلة ما بيها طبيعية، فهذا المسوق يتسوق للجنوب. المستهلك ظلت على غيرة اللي يبيعها، تلقي بالعربانة واحدة ب500 750 ثلاثة ب2000، هذا ما بيه نسبة طبيعية. واللي يطلع بالموبايل يحك بالصابون ويقول له هذا زيت الزيتون، هذول اللي هم دمروا المصلحة ودمروا البشر، فهو يتحمل وزرها أمام الله. الأفضل ما بيها، لأنه قلت لك المعمل كل المعامل ما تنتج نوع واحد، ينتج مستويات صابون، فالأسعار متفاوتة حسب السوق العالمية. يعني هسه نطبخ لنقول أحد المعامل 20 طن صابون من نوع، وطبخ 20 طن من نوع، طبخ 50 طن من نوع، بيش يشتري الزيوت هو يحكمه، فما بي سعر ثابت بالنسبة للمعامل اللي هي تقيم وتحدد السعر. فمن تجي لهنا الصابونة، أكو صابون يجي يعبي الكيا 10 كيلوات، يحمل يعبي أخضر، من تجي توزنه ورا سنة سنتين توزنه 8 كيلوات 8.5، فهذا يتحمله. من يتحمله؟ المشتري يتحمله ويتحمل وزره أمام الله. أنا نصيحة أنصح كل العوائل، تلقى أغلب النساء تطب للحمام، تطلع من الحمام كوم شعر والذب الزبالة، الرجال كذلك شعر راسه يوقع. أنا قلت لك اللي تحسب بيدك 20 سنة وانت ماشي من 7 إلى 8 من 10 شعر راسه واقع، فهذا سبب شنو؟ المواد السمية اللي داخل الصابون، مواد السمية، أمراض الجلدية كثرت، البلاء بالبلد كثر من وراء السيطرات النوعية ما عدنا بالبلد. أنا اللي أذكر قبل 15 سنة أو أقل أو أكثر ما ظل ببالي، ولد إجا هنا سولف لي ضمن اختصاص، قال شركة هولندية دنماركية لزمت الحدود، يقول من 100 شاحنة شاحنة طبت ضمن مواصفات العالمية، فبقى السوق فارغ والشاحنات واقفة كلها، لغوها، طردوا الشركة روحوا بابا. فسيطرة نوعية احنا بالبلد، حتى لو عندنا هم يطببون، حتى لو عندنا هسه ما اعرف اني منو لازم السيطرة النوعية يجي يطوب، ما اريد ندخل خاف احد يزعل من عندنا. سيطرة نوعية عندنا غائبة، لو عندنا سيطرة نوعية اكو مواد سمية تطوب من ضمنها الصابون، لانه ما بي طبيعي، فيقدر بالمختبرات هو يعرفه. فالباقي الزيوت، ما زيوت، الدهون، الشامبوات، تشتري شامبو نفسه من مثل اجيب لك، طبعا انا المثل جربته، شامبو سعودي، وجيب شامبو سعودي من السعوديه، اشتريه من السعوديه وجيب شامبو هنا نفسه، شوف هذا وشوف هذا، مستحيل يطلع نفس المواصفات. فهذا منو سببه؟ سبب التجار جشع والطمع، يقلل من المواد الطبيعية يزيد من المواد الكيميائية المصنعة، فهذا تلقيه عن هذا فرق، فليد يشتري هاي الأشياء فبكيفه هو. فأنا أنصح الناس تشتري صابون، ما جاي أروح على الرخيص بالعربانة محطوط، العطار محطوط، أشتري صابون مواصفات زينة مقبولة الله يرضى بيها، الله عز وجل يرضى بيها، ما تأذي الجلد. والبركة الناس نسيتها مع الأسف، البركة هاي الألف دينار بجيبك إذا ما كلها من حلال طيب، 1000 دينار الله يبارك لك بيها، وتصرف منها ما تخلص. والناس اللي ما تخاف من الله مع الأسف 1,000,000 دينار يومية يصرفها وتروح هباء منثورة، وفوق هذا شايل الإثم، هو شايل الإثم مع الأسف بيهم. بركة نسيت، ما أريد أحكي، أخاف الناس تزعل، وهواية ناس تزعل نمجر بيها، فما أريد أحد يزعل منه. طريقين كل من يمشي بكيفه،
هذا طريق رحمن، هذا طريق شيطان. فريد يمشي منا بكيفه ويمشي منا بكيفه. بس أقول شيء واحد للعراقيين، لا تنسى آخرتك ولا تبيع آخرتك. الدنيا خلصانة، آخرتك لا تنساها. بيع ملبسك، بيع بيتك، بس لا تبيع آخرتك. هذا أقول للعراقيين، والله السميع عليم، والله يهدي الجميع إن شاء الله للطريق الصحيح. احنا من قدماء بالشورجة، يعني ابا عن جد. اي شغلتنا هو الصابون الرقي والزيوت، يعني زيوت الشعر وزيوت الزيتون مثلا للطبخ وللاكل. اي فبالنسبه للصابون، صابون به عده انواع وعده اشكال. الاسعار بالنسبه للاسعار يعني حسب الزيوت اللي بيه. الاسعار يعني أدنى شيء أكون مثلا من 3000 فما فوق، على شيء يوصل ل120,000 يعني مثلا وأكثر. أي الصابون الرقي مفيد للشعر، مقوي للشعر، ينشط الدورة الدموية مع الشعر، يعالج التساقط، ضد القشرة، هواي به مميزات يعني، لأن مصنوع طبيعي مو كيميائي، صناعات كيميائية تأثر على الشعر، لا صابون طبيعي. زيت الزيتون مفيد للأكل، يفيد لب القلب، لب الضغط، لب السكر، لب القولون، لب الكلى، كله مفيد يعني، يقتل الدهون الضارة. واستخدام الصابون الرقي أفضل كل الأنواع يعني بالنسبة للمواطنين اللي يريد يحافظ على شعره أو بشرته. فضل الله أقدم واحد هنا بالسوق يعني شيء. فشغلة الصابون يعني هذا نجيبه من سوريا، أكثرها من سوريا. قسم نشتغل إحنا هناك، أكو معامل نشتغل عندهم، وقسم لا مثلاً نشتري منها من السوق يعني مثلاً. والشامبوات أكو نصنعها إحنا يعني لحسابنا الخاص، وكلها بنشتريها. والصابين حسب الزيوت مالتها، يعني أكو مثل يخلون عطر ما يخلون يعني زيت الغار، وكلها يخلون بغار. ودرجات، فهذا كل ما يصير درجته أعلى يكون أفضل. زيت الزيتون إحنا مثلا أكو بكر وأكو مكرر. البكر هذا عصره ولا يأخذوه علاج يعني، مثلا إذا يأخذون خاشق عريق يفتح الشرايين، يخلوا على كل ذوب الدهون بالدم. وإذا نقعون التين وهذا هم يشتغل للسوفان وهم يرفع فيتامين دي. هذا البكر. الصابون يعني يمنع التساقط، يقوي الشعر حسب الزيوت مالته يعني، مو كلهن نفس الشيء. والله المواطن العادي يعني مرات يجي واحد يدور يعني ارخص شيء يعني حتى لو زيوت النخيل، هي زيوت النخيل اصلا مو شيء يعني، يدور مثل شفع الرخص مثلا، وكلها يجي واحد مثل يريد حاجه زينه ياخذ حاجه زينه. كلهم يرجعون نادما على الصابون الرقي، ماكو يستخدم شامبو ما ادري شنو ذني المواد، هذا كله يرجع بعدين نادما على الصابون الرقي، من يوقع شعره وهذا يجي ركض. الحاج حيدر علي صبري البهادلي أبو كرار، صاحب محل كرزات وبهارات بشورجة منذ 30 سنة.
نبيع بالمحل بصورة رئيسية هو الكرزات والحلويات والبهارات والأعشاب، يعني مركز رئيسي بشورجة هو هاي هنا، يعني سوق خاص بهاي المواد. وضعية السوق يعني طبيعية ما بيها كل اختلاف، يعني السوق يشتغل شغل زين بالمناسبات، يعني مناسبة 40 اللي مرت علينا مال الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، راح يجي المولد النبوي، يعني ماشي الأمور نعمة الحمد لله. تميز بها بالبهارات بالدرجة الأولى للمطاعم للشغل للفنادق للبيوت، هم يأخذون هاي الشغلات المهمة، يجون ما يعني ما يرتاحون إلا من الشورجة لأن النوعية جيدة جدا. أنا أنصح المواطن أنه يصبر على الأمور كلها، يعني بالسراء وبالضراء غير هي هاي. بالنسبة للتسوق يعني لما يجي يتسوق يبحث عن الأسعار المنخفضة، مو يشتري رأسا مباشرة، يعني شيك الله يشتري الجودة وسعر اي اثر، يعني قضية التوصيل والمخابرة عن طريق الفيس اي اثر، بس الامور ماشية الحمد لله وشكر، يعني قلت المبيعات. العطار السيد سعد السيد قاسم الحسني. احنا طبعا بيت السيد قاسم الحسني مشهورين بالشورجة وعلى يعني نطاق واسع بالقطر العراقي كله، لانه من محلنا محلاتنا زين، والكار مالتنا مال البهارات بدينا من ايام جدي يعني عطار، ووراها الوالد الله يرحمه، واحنا استلمناها. فاحنا شغلتنا بها العطارية هم بها فوائد كغذائية زين، وبها فوائد اعشاب، واكو شغلات كمالية هم نتيجي بها مثل الحنة والاصباغ الطبيعية مال الشعر. الاعشاب عندنا تقريبا يعني الأكثر الأمراض، تقريبا الأكثر الأمراض زين، والتوابل همينة هي هم أعشاب وهمينة كتوابل نكهات للأكل زين وغذائية. فتدخل من ضمن العطارية والتوابل تدخل بمهنتنا مهنة الأعشاب زين. الأعشاب بحر زين، وإحنا عندنا هواية أعشاب، أعشاب كدوائية، أعشاب للشعر، أعشاب حساسية، أعشاب يعني هواية المجالات مالتها. المتداول عندنا دائما الناس تجي على أعشاب الأمراض اللي الظاهرة مال هالوقت، الأمراض هي الضغط والسكر زين والقولون، هاي يعني امراض العصر هذا زين. فعندنا هوايه اعشاب تعالج هاي الامراض باذن الله. خبطات، عندنا خبطات للقولون يعني النتائج مالتها 100%. هسه انا عندي خبطه مال قولون نتيجتها 100% زين، وخبطات السكر همين تجينا جاهزة زين، همين احنا عندنا خبطات همين خاصة بينا بالمحل نسويها، واللي يريد جاهز نعطيه جاهز. اكو ايراني، اكو صيني، اكو العراقي الجاهز اللي يجينا من غير مكان، واضافة الى الخبطات مالتنا اللي احنا نسويها. أنا يوسف الصفار، احنا بالشورجة صارنا هبت عن جد باي شغلة. شغلة البهارات بحر
اعشاب وبهارات، جميع البهارات موجوده. يا بهارات تريد كل شيء موجود بالشورجه. الشورجه عباره عن مركز تجاري كبير يجهز المحافظات كلها من الشمال للجنوب. بعد شيء تريد من نوع من انواع من كل الدول، شرق اسيا بصوره عامه. كل دوله لها مختصه بشيء. عندك الدارسين، عندك الفلفل الاسود، عندك القرنفل، عندك الهيل الهندي، الهيل الامريكي، احسن انواع الهيل الهندي، افضل انواع الهيل. عندك الزعفران ايراني، عندك الكمون سوري، فلفل اسود، قرنفل، كزبره سوري، نون بصره موجود، حبه حلوه، ها؟ عراقي ماكو. فوائد اعشاب مثل اعشاب كل شيء كلها لها فوائد. الكمون يفيد للقولون، للمعده، للغازات، حبه حلوه، اليانسون للمعده للغازات. عندك الدارسين للسكر، الحلبة للسكر. السوق قبل كان حركة قوية، هسه السوق دورة بكل المناطق، صار سوق كل المناطق، صار شورجة. كان شورجة مركز تجاري بس، هسه بكل المناطق تلقى شورجة، وين ما تروح شورجة. احنا هنا محل مال عطاريات علي صفار، قدامه بالسوق ابا عن جد. بهاي المهنه توارثناها من جدي ووالدي، واحنا خلصنا كليات واستلمناها، يعني صار سنين بيها والحمد لله وشكرا ممتازين بالكفاءه والجوده العاليه. زين ان معاملنا زبائننا، قلت لك انه مو اليوم والبارحه بالسوق، صار فتره وماشيين على هالمهنه وعلى هذا التراث القديم نقدر نقول متميز به بالشورجة. سوق شورجة انه هو سوق العطاريات انه يتميز بهالسوق هذا. زين بضاعتنا شاملة كل شيء، أعشاب، زيوت، بهارات، نقدر نجهز مثلا المطاعم، البيوت، بالنكهة العراقية الأصيلة، البهارات الأصيلة. يجونا مقتربين مثلا من خارج البلد، أو مثلا أقرباهم يجون منا ياخذون بهارات ينزلهم لي برا. مثلا عندك بهارات البرياني، الدولمة، القص لحم، القص دجاج، هاي الأمور هيجي ياخذوها. يقول لك هناك النكهات مو مثل النكهة اللي موجودة مثل بالعراق، مثل البهارات اللي هنا طرف هنا بها سر الخلطة، سر المونه مالتها. احنا نعرف شلون نرتبها، شلون المقادير، يعني مو يجب نشيل منها ومنها ومنها، لا كلها مقادير ونسب معينه تنحط. زين وهسه ما شاء الله احنا توسعنا بالشغل. كان قبل انه يعني بهارات معينه مثل مال دول ما نقول قص لحم، البرياني، هيك شيء، لا صارت مال ريزو، صارت مثل مال فاهيتا، مال زنجر. طرف هسه فضل الانترنت والخبرات وشيفات اللي نزلوا، صاروا شيفات لبنانيين مثلا عندنا، شيفات مثلا من السعوديه، مثلا مال مندي مثلا من اليمن، هيك شيء. زين فتوسعنا، صار بالشغل مو مثل قبل، صار نكهات جديده، مواد جديده. توسعنا بعد بنشاط الاعشاب بفضل الانترنت والابحاث اللي قاعد تطلع، فتوسعنا بهذا النشاط همينه مال الاعشاب. مع اعشاب تعرف هسه الطب البديل صار همينه شغال عندنا احنا بالعراق، يعني عليه اقبال جدا واسع الاعشاب. زين بالاضافه مثلا عندنا الزيوت نمتاز بها، عندك الزيوت قاعد تستخدم مال شعر، مشاعر، مثلا مال جلديه، مال بشره، هاي الامور هيك.